تعالى نتكلم بقى على نقطة مهمة جدا 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 قبل ما نخش بقى في شغل العمل ونخش ونشتغل بإيدينا والكلام ده. خلينا كده نحدد أهم الأجزاء في الإعلانات بتاعة الريال استيت، أهم الأجزاء في الإعلانات بتاعة الريال استيت. أولا كده لازم تسأل نفسك، أنت ليه هتعمل الإعلان ده بالنوع ده؟ يعني أنا دلوقتي المفروض عندي كامبين عايز أعملها، طب الكامبين دي لازم تسأل نفسك الأول، أنا ليه هعمل الكامبين دي ليد جنريشن؟ ليه هعملها لاندنج بيج؟ ليه هشتغلها؟ طبعًا إحنا بنتكلم على إن أنت لما هتعمل كامبين هتعملها أكتر من حاجة، تمام؟ إنما لو هتعمل آدز هتعمل آد واحدة، تمام؟ أو إعلان واحد، بس أنا بتكلم اسأل نفسك أنت هتعمل نوعية الإعلانات دي بالطريقة دي ليه؟ تمام؟ هتعمل الإعلانات دي بالنوعية دي ليه؟ تمام؟ دي أول نقطة، ليه هتسأل نفسك السؤال ده؟ عشان تتوقع مدى النجاح اللي ممكن يحصل من الإعلان. والله أنا هعمله ليد جنريشن علشان أنا محتاج كواليفايد ليد، والله المفروض إن أنا هعمله ساند مسج علشان أنا محتاج أجيب ليد، بس البودجت معايا لسه مش أحسن حاجة. أنا والله المفروض هعمل الكامبين بتاعتي هشتغل على اللاندنج بيج لأنها بتجيب لي اعلى ريزلت باقل التكلفه، فانت لازم تشتغل على الجزء ده. والله انا هشتغل ليد جنريشن، ما ينفعش اقول علشان في ناس اعرفها شغاله ليد جنريشن والدنيا معاهم زي الفل وناجحه، مش هينفع تقول كده، تمام؟ طيب بعد كده لازم تشتغل على ستوري تودي لكول تو اكشن. يعني ما ينفعش ان انا اعمل اعلان من وقت فيه التفاصيل وما احطش اللينك بتاعت التسجيل، ما ينفعش ان انا ما اسيبش للناس المسج، ما ينفعش ان انا اتكلم على البروجكت والله مشروع مثلا سيرة، المفروض المشروع ده 1 2 3 مساحات ابعاد تقسيط وما الى ذلك وصورة المشروع وخلاص. طب ما الناس محتاجة الكول تو اكشن، تمام؟ لازم تسأل نفسك الاودينس بتوعك مين، لازم تعرف تتعامل مع جزء الاودينس، تمام؟ جزء الاودينس لازم هتشتغل عليه وتخلي بالك منه وتحدده، هنشتغل عليه الجزء بتاع الاس تي بي. لازم تخلي بالك كويس جدا جدا من الشانل اللي انت هتوزع عليها، البلاتفورمز نفسها، ايه البلاتفورم اللي انت هتستخدمها، تمام؟ بعد كده توزع البودجت بتاعتك والتكاليف بتاعتك على وقت الحمله وعلى اجمالي الميزانيه بتاعتك على وقت الحمله، والميزانيه بتاعتك هتكون ماشيه على البلاتفورم ازاي. يعني ما ينفعش ان انا اقول والله انا اشتغل ب 10000 جنيه في خلال 7 ايام وابتدي احط لحد ما الميزانيه تخلص هنا شويه وهنا شويه، ما ينفعش. لازم تشتغل بطريقه معينه على البودجت بتاعتك، وهنتكلم في الجزء ده وهحدد لك بالظبط بالظبط تشتغل ازاي مع البودجت بتاعتك، تمام؟ خلي بالك من النقط دي، ودي الأسئلة أو الليست اللي المفروض تشتغل عليها وتسأل نفسك فيها بعد التفكير في نوعية البروجكت وقبل الشغل على الكامبين نفسها.